أسطورة مصرية في المجال العلمي، هو الذي فتح المجال بأن المصري يستطيع كسر المستحيل في المجالات العلمية. دكتور أحمد زويل. ولد في 26 فبراير سنة 1946 بمدينة دمنهور. التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وتفوق بالكلية، وحصل على بكالوريوس علوم بامتياز مع مرتبة الشرف في الكيمياء سنة 1967. تم تعيينه معيد بالكلية نظراً لتفوقه، بالإضافة لحصوله على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء. ثم انتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، وعمل بعد ذلك باحثاً في جامعة كاليفورنيا خلال الفترة من 1974 وحتى 1976 قبل أن ينتقل إلى العمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وجاءت بعد ذلك الخطوة الأهم في حياته، وحصل على جائزة نوبل سنة 1999 في الكيمياء، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية. ورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. وفي إبريل سنة 2009 أعلن البيت الأبيض عن اختيار زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالماً مرموقاً في عدد من المجالات. وحصل دكتور أحمد زويل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو، والذي حاز بسببه على 31 جائزة دولية. وسنة 2014 اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، ورحل عن عالمنا في 2 أغسطس سنة 2016 عن عمر ناهز 70 عام، بعدما ترك للعالم علماً ينتفع به.